أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله
مثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا
وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا إليه المصير فلذلك فادعوا لكن كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع يا أهواءهم وقل آمنت ولا تتبع قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير you
لذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.